سلام بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا فيديو جديد اليوم، غنوريكم كيفاش نخدموا موديل اخر كيجي بلاصه فيفا ساهل في الخدمه. غادي نحتاج لي زيستراس وجوهر كبير ورقيق مهرس بالبيض. انتما انا درت النص، غنوريكم كيفاش غندير النص الاخر. بسم الله. هاد الجوهر غنركبو في الوسط ديال هذا لي تيستخاص. نركب الجوهر اللي قدني اللي بغيت. وهنثبتو هكا صافي. دابا نرجع نثبت وحده بوحده. هاد الخدمة هادي كتضغي كتطلع وكتجي ساهلة، حسن من نقركبو جهرة بجهرة. كنديرو الخيط فيه 5 ولا 6 الجهرات اللي بغينا وكنتبتو. دابا نرجع في الجهرة الأخرى صافي. ونعاود نرجع نثبت فيهم. انا نكمل هاد الجهرات كاملين ثبتهم. صافي انا ثبت هاد الجهر كامل. دابا غادي ندير لي سيستراس حداه بالجنب ديالو بحال هاد الشكل هذا. هاد لي زيستراس كيتباع تاني بالالوان، الحجيرات كيكونوا بالالوان. صافي وكنتبتو. دابا كنحاولو معاه حيت دغيا كيبقى يتحرك لينا غير بشويه. شوفني انا شادة هاد الراس ديالو بيدي بحال هكا باش نخليه ديما مجبد. كنقص 2 3 وكنثبت الخيط.
ولا عجبكم بحال هاد الفيديوهات كتقولوها ليا ندير لكم بحال هكا. عندي بزاف الموديلات ديال اللي كيجيو في بلاصه سفيفه نديرهم ليكم. قولوها ليا في الكومنتير. وكل اللي كيتب الثاني اللي يستغط بلاكول انا كنفضل نثبتها بالخيط. انتما صافي دابا راه ثابته مزيان. دابا غادي ندير هاد العقيق مهرس هذا. بالنسبه لهاد الجهر تقدروا ديروا باللون اللي عندكم في القفطان ديروا بحالو، ماشي بشرط ديروا هاد اللون. دابا غنخدم هاد التحتاني هذا. انا هنا كنهز 3 لقيقات، نتوما على حسب العقيق ديالكم، الا كان صغير هزوا 4. كندخل بر حداها هكا هاد الموديل راه ساهل دغيا كيطلع. صافي البنات انا نكمل بهاد الطريقه هادي، نكمل لكم هاد الخدمه هادي باش تشوفوا الموديل كامل كيفاش كيجي. نعاود نرجع لكم ها هي كيفاش كتجي البنات. هاد الموديل تقدروا ديروه حتى في جلابه، ديروا شي بحال هكا بغيتو جلابه خفيفه، وتقدروا تنبتوا شي وريده هكا في الجنب حتى هي غتجي مزيانه. نتمنى البنات يعجبكم هذا الموديل، متنساوش ديروا لايك، والبنات اللي ما اشتركت في القناه تشترك في القناه وتضغط على جرس الجرس باش يوصلها كاع الفيديوهات اللي كندير. مازال ان شاء الله غنوريكم موديلات اخرين بحال هكا.